إنني أصلي النافلة على هذه الطريقة، أصلي 4 ركعات قبل الفجر، و4 ركعات في الضحى، وركعتين قبل صلاة الظهر، وركعتين بعده، وقبل العصر أصلي 2 ركعات، وبعد المغرب كذلك، ثم بعد صلاة العشاء أصلي الشفع والوتر. فهل أنا على صواب؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، هذا الذي ذكرته السائلة يتكون من رواتب مع الفرائض ومن نوافل مطلقة. الرواتب هي 2 أو 4 ركعات قبل الظهر والأربع أفضل، وركعتان أو 4 ركعات بعدها والأربع أفضل، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. هذه رواتب، والعصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعد، ولكن من صلى قبلها فهذا مستحب. وكذلك ما ذكرته من أنها تصلي الضحى، هذا من النوافل أيضا غير الرواتب. كذلك ما ذكرته من أنها تصلي الوتر بعد صلاة العشاء، وهذا أيضا سنة مؤكدة. الوتر سنة مؤكدة، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، في أي وقت أوتر المسلم فقد أداه في وقته، وتأخيره إلى آخر الليل أفضل إذا أمكن، وإلا فإنه يصليه في أول الليل. فعلى كل حال ما فعلته السائلة أمر طيب ومشروع، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.